السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني غادي نتكلموا على ناس هذو اللي راهم يردوا على الصحافة ودايرين روحهم باللي هما أصحاب قرار، يعني ويردوا على الصحافة ويعايروا في الصحافة ويعايروا كل واحد يكون ضدهم في الأفكار الخبيثة تاعهم. يعني تشوف اليوم وين مشرف المنتخب الوطني وين دار بوستيشات صغار، خاطر واحد كيكون خاوي في راسه ما عندوش في العامل تاعو ما عنده والو، لازم يخلق يعني يخلق حاجة يخلي الشعب لاهي معاها. خاطر تحفظ عرف الشعب، عرف ناس فئة كيفاش دايرة، هذا يمكن يخلق حاجة يعني يلعب ديو ماتش بدون إقناع، فوز بدون إقناع ما كان والو، مهم ترى سي بوا وصعيك قلع راح مخلي الناس اللي كانوا يقولوا لكم الماتش يتعاود، مخلي هما يردوا هما يهضروا هما يغلطوا في الناس، مازالوا الان يغلطوا في الناس. انا الذين يصفون، انا مانيش على الصحافه كاع، خاطر كاين صحافه مانيش على صحافي، واحد كيما مؤمن ولا واحد كيما مصطفى معزوزي ولا واحد كيما اللي مازالوا منبطحين، مازالوا خاصهم الدار دو سول وخاصهم الفايونس وخاصهم يعني خاصهم لافابو تاع الرخام، خاصهم يعني شكاير سيما، خاصهم شويه صوالح يزيدوا يريقلوا ديارهم. هذه هي الذين يصفون الصحفيين بصحافه العار وصحافه الزيغو، هم انفسهم يعني رفقه بعض المتناسبين وين غصبوا يعني الصحافة وين اغتصبوا اسم الصحافة من قادة مثل هذه الحملات يعني الكوميكية والدعايات لبيع الأوهام والكذب لإيهام الشعب، يعني بإعادة الشعب، يعني خاصة الناس مساكين زي صغار اللي ما يعرفوش، يعني جاو كما صاروا من 2019 كما صاروا يعقلوا حين على الكوب دي موند، يعقلوا لك التصاوير التالية، هذا مكان يعني بإعادة وين إيهام هذا الشعب، يعني خاصة يعني ناس اللي ما الله غالب، يعني وين قالوا لهم بإعادة تلك المباراة المشؤومة، هم أنفسهم من يتصدرون المشهد اليوم باستعراض عضلاتهم أمام فئة والانبطاح أمام الأصنام الجديدة لنيل رضاه ولو على حساب الحقيقة. هم أنفسهم من لهثوا ولا يزالون يلهثون وراء اللايكات والتفاعل زيادة عدد المشتركين. هم أيضا من صدق، يعني هم يعني الناس هذو وين صدقوا حلاق وموظف وبائع المقروط وأصحاب الملفات، يعني ملفات الثقيلة والملفي والغاز، وجعل منهم رموز وإن جعلتم منهم رموز وطنية مقابل تخوين كل من يعارضهم. هم أنفسهم من حولونا إلى أضحوكة، هذه هي أنتوما، هذا الناس دارونا أضحوكة أمام العالم، يعني ما يحشموش نورمال، راحوا الفيفا نورمال عادي راكدين قدام الباب تاع الفيفا عادي، يعني نورمال محسوب نورمال، هما برك يعني ما عندهمش مكاش ما عندكش الجرأة، ما عندكش باش تتكلم على أمور يعني تخص الرياضة الجزائرية، خاطر على حفاظ على العصابة. نتحدى هاد الناس اللي راهم ضد الصحافة، ما الصحافة، أنا مانيش على الصحافة، يعني كل الصحافيين لا، أنا شفت تصريحات تاع مصطفى معزوزي بعد ما كان يقول أنا ضد لعاب المختار، ضد هذا المشرف اللي جاي من قطر، هو قالها، كان يقول انا ضد هذا المنتخب، ما يمثلنيش هذا المنتخب، هادو يمثلوا فرنسا، هكا قالها، قال لهم انا ما نتفرجش في منتخب فرنسا، قالها ولا ما قالهاش، هذا مصطفى معزوزي اليوم رجع يدافع هو على واحد اللي قال لهم عنده عقليه خامته، وهذا قاس تريكو درابو تاع الجزائر، قالها ولا ما قالهاش، قالها. اليوم الناس هم رادينو باطل وطني، هذا معزوزي ركب فوق العود تاع الباطل الوطني في الفلوكه تاع باطل الوطني، واو لله هدرها ولا ما هدرهاش،
حنا وانا واحد الناس نحشم على روحي لو كان ندور على هدرتي نحشم على روحي ما ندورش. انا واحد دعمت هذا المدرب نهار الاول كان عندنا حاجه كنا نقولوا بالك كون نهار الاول كون مور 2019 ودار هذا الثوره تاع ضخ دماء كما زلت اليوم ندافع عليهم. بصح انا كانت المعلومه اللي كانت عندنا هذا المشرف يعني لز مع مشروع تاع مسيو زاتشي تاع اللي بيجي يجي وحده يكتب بالورقه وستيلو. هذه اللي طيحت لك نيفك وخلاتك تجري خلاتك قبلت ناس تروح تهضر معاهم وانت هنايا تهضر عليهم وتصفق عليهم بلا ما تحس. علاش قالوا لك رانا جايين كتبوا قدامنا تهضروا معاهم تهضرتوا معاهم ونزيدكم حاجه. الناس هذه تاع اللي جاو بلاش روح قولها لروحك كي انت تروح تخدم تبكر الصباح تخدم بلا دراهم امن باللي الناس جاتك بلا دراهم كانوا عندهم وكلاء تاعهم يعني وداو اشعارات وداو من كاش باطل ما كاش باطل. هذه راني نقول انا مانيش ضدهم انا من الاوائل اللي نقول لكم باللي انا ماذا بيا وانتم شاهدين نبدا نقول لكم انا كونسيب منتخب 23 لاعب مخرج مدارس اوروبيه بالتالي كاع بالتالي انا كيما هكا كاش اللي يجي لحالي من راسي ونبدا نهضر كونسيب خريج مدارس اوروبيه كاش كاع كاع من هي بالتالي بصح باش ندور على هضرتي ما غاديش ندور على هضرتي. انا استاذ معزوزي استاذ انا سميتهم هادو تاع في اليوتيوب ساشيات يدورهم الريح كيما يبو ساشيات اللي تكون في الزوبيه قلبها سلك مقطعها الريح مقطعها هادو صاروا كيما هكا. اليوم راهم يعني صابوا خشه باش يطاكل الصحافه وصايك. هذه كلش يعني تخطيط هذا كلش تخطيط يعني هذه ماشي جايه غير هكا. هادو الناس اللي كانوا دوروا الراي العام باللي الماتش يتعاود 8 شهور الماتش يتعاود باقي سيمانه يا عباد الله باقي نهار كوب دي موند بدات وكان اللي خرج قال لكم انا غادي نلعبوها قال لك غادي نلعبوها شادين الغاشي الراي شو كيما هكا شادين البغال ولا كل شغل يشوفوا في الناس بغل. وكنت نقول لكم كنت نقول لك انت ما راكش بغل ينقذوك يقولوا لك لا ما تكونش بغل انت عندك ربي خلق لك ذكرى ربي خلق لك باش تميز. انت كي ما تعاود تجي تكسر عليا الماتش يتعاود انت تقول لي الماتش يتعاود وانا نأمنك كوافير واحد يغسل الكلاب انت ولا يهدر في القوانين تاع الفيفا واحد كاع النهار يحوس على الزراري عنده كارطة تاع مخنازين متزوج مع اسبانيولي تيجي يقول لي يهضر لي على القوانين تاع الفيفا كيف كاع من كاش هادي كاع ما صرات ممكن يعني مشاكره كاع العام رابد السرابيت في ريزور تاع اللي يعطي السياده هي نشوفوا العرق من يخرجوا من الشومبرا تا ولا يقول لك قضيه راني رابد قضيه وطنيه يا ودي خلوا الرجاله يمثلونا خلوا الرجاله كي يخرج يهضر يهضر كلكم تعايروا في الغاشيه مالكم ما جيت تقصروا علينا نتوما ولا كيف بالكم الحمد لله الناس واقف بيكم بزاف كاش كاع منها. لا سهلة نتوما سبتوها جاية تيري يا ودي راكم غالطين يا ودي انا نقولها لكم ونعاودها لكم والله راكم غالطين راكم غالطين والذنوب الذنوب لا باطل الذنوب لا باطل. انا نقول لك حسنات يعني اذا كنت راجل اذا كنت انسان تخاف ربي حسنات كاينين اذا كنت خابس الذنوب كاينين. حرزوا روحكم هذه نقول لكم حرزوا روحكم باش بنادم يروح يكسب ذنوب واحد يدي في المعايير انا ندافع عليه يعني على بالي اش كاين ومن بعد يجوا يملوا عليا يقولوا لي ايا دوروا الشعب تشوف الصحافة وعايروا الصحافة ومنا ومنا وطيحوا الصحافة وطيحوا من وطيحوا من وطيحوا من أنا هذاك بو كلمة نتحداه يزيد يجبد على مراكشي على عبد الحميد مراكشي قلبك مني تا مرتك سلكاتك مني بقلبك نشحك في مقاس هروحك تتعايرني واو لا قلبك مني نشحك بزاف صوالح. المهم راكم ابطال
راكم ابطال، اقعدوا ابطال، اقعدوا ابطال، ما تدوروش على روحكم برك، هذا مكان. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ملي شي ابوني ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ساعة طولكم خاطر.